فعلا أنا تركت العراق وعمري 7 سنين، انتقل وادي العمل بالسعودية، فدرست المرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة، وتخرجت من جامعة الملك سعود سنة 1987. أستاذ إياد، متى افتتحت هذا المكتب؟ هذا المكتب افتتحناه من 25 سنة تقريباً، 1997-98. كم مشروع نفذت من هذا المكتب حتى يومنا هذا؟ من هذا المكتب نفذنا تقريباً 700 مشروع حقيقة. تختلف طبعاً حجم المشاريع بين مجرد تصميم وتنفيذ، أو حتى توريد مواد بعض المشاريع. فكان عندي كنت أشتغل بمكتب باسم أطلس ديزاين ستوديو، وب 2010 قررت أن يكون المكتب باسمي فقط، أياد التحافي أركيتكت. والشركة الأولى حدود 300 أكثر من 300 مشروع، وبالشركة الثانية الآن وصلنا تقريبا 310 مشاريع.